قالوا ايه النهارده الدستور؟ فايلر يعود ورادس يستضيف مباراه النجم، ماشي. الاهلي يرفض النيجيري إليكي نهائيا. هما كاتبين في الخبر لو تفتكروا حضراتكم نفس الصحيفه كتبت من اسبوعين كده تقريبا او من 10 ايام ان الاهلي هيخلص في إليكي وكلام من ده، وبعد كده يجي يقول لك ايه لما يعرف ان مفيش اللعيب ده خلاص مش جاي او مفيش اصلا تفكير في اللاعب ده، فيقول لك خلاص الاهلي رفض إليكي وصرف النظر. هما كاتبين اسباب يعني بيبرروا ان الخبر اتغير شويه، ان ايه؟ ان اللاعب لعب قبل كده في اسرائيل وان خلاص تم اختار الجهاز الفني، والجهاز الفني اصلا ما فكرش في إليكي يعني بالمناسبه، تم اختاره ان اللاعب مش هينفع يجي، الكلام اللي هو يعني اللي حضراتكم عارفينه اللي مكتوب في متن الخبر يعني. لكن في كل الاحوال إليكي ما كانش في الصوره اصلا بالنسبه للجهاز الفني. هم برضو عندهم مصادرهم، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي بيفاضل بين ثلاثه مهاجمين، لسه ما تمش استقرار على المهاجمين اللي ممكن تفاوضهم، لان لسه فيش اي اجتماعات حصلت ما بين محسن صالح، كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط للكره، والجهاز الفني. هو اجتمع مع كابتن محمود الخطيب امبارح لكن ما اجتمعش مع الجهاز الفني. طلبات الجهاز الفني، تقرير الجهاز الفني لحد اللحظه دي هنفضل كل يوم نقول كده ما وصلش للجنه التخطيط، ما فيش اي مناقشات حصلت يعني. فلكن بالمناسبه برضه عشان احقاقا للحق وعشان يبقى احنا بنتكلم مع الناس بصوره صريحه، ممكن وكلاء يجوا يقولوا لك يا جماعه في لعيب فلان، اللعيب الفلان، اللعيب الفلان، دول ممكن نحاول لو انتوا عجبوكم الاداء بتاعهم او اللقطات بتاعتهم لو بترغبوا في التعاقد معاهم قولوا لنا كلام كده. بتطرح الوكلاء بتطرح بعض الاسماء، وبعد كده الجهاز الفني يقرر. ممكن جريده الدستور الصحفي كاتب ان في ثلاث مهاجمين او ثلاث لعيبه، ممكن هو عارف المعلومه دي من خلال وكيل طرح الاسماء دي على المسؤولين في النادي الاهلي، لكن المناقشه بشكل رسمي لسه مفيش خالص. ده فيما يتعلق بخبر الدستور. المسا قالت ايه؟